بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لله وصلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا وسهلا بكم أيها الكرام في دروسنا لهذا اليوم للصف الأول ثانوي، المادة فيزياء 1، الفصل الدراسي الثاني. عنوان الدرس: السرعة المتجهة النسبية. السرعة المتجهة النسبية. نشكر الأستاذ محمد العامري على حسن إعداده لهذه الدروس ودروس فيزياء 1. أهداف الدرس أيها الكرام: أولا، راح تحل أيها الطالب أيها الطالبة مسائل تتعلق بالسرعة النسبية. ثانيا، تحلل حالات تكون فيها مجموعة المحاور متحركة. خمسة أيها الكرام، العلم هو أكثر من أن يكون مجموعة معلومات. العلم هو أكثر من أن يكون مجموعة معلومات، إنه منهج تفكير. السؤال هنا من يستطيع الإجابة عليه: صف حركة العداء الذي في المنتصف بالنسبة للعدائين الآخرين. هنا يا شباب، السؤال هنا مهم جدا: بالنسبة للعدائين الآخرين، يعني صف حركة العداء هذا اللي عليه الإكس بالنسبة للعداء هذا والعداء هذا. يلا يا شباب، يلا يا هند، تستطيعين الإجابة؟ صف حركة العداء الذي في المنتصف بالنسبة للعدائين اللذان بجواره. لو أردنا وصف، نقول أن سرعة العداء الذي في المنتصف ومتقدم عن العداء الذي على يمينه بالأحمر بالنسبة للعداء الأحمر، والعداء الأحمر هذا أيضا متقدم، سرعته أعلى بالنسبة لسرعة العداء الذي يلبس اللباس الأسود. إذن العداء الذي في المنتصف سرعته بالنسبة إلى الذي يمينه هو أسرع منه، والذي بيسارها أيضا هو أسرع عن الذي بيسارها الذي يلبس اللباس الأسود. نأتي الآن إلى أهم نقطة هنا في درسنا لهذا اليوم، هو التعريف. ما هو تعريف السرعة النسبية؟ هي السرعة التي يغير فيها جسم وضعه بالنسبة إلى جسم آخر. نعم، هذا تعريف مختصر وجميل جدا. هي السرعة التي يغير فيها جسم وضعه بالنسبة إلى جسم آخر. يعني لو أردنا سرعة الجسم هذا بالنسبة للطائرة هذه بالنسبة لطائرة الشحن الأولى أو الثانية، نستطيع تحديدها بالنسبة إليهما، بالنسبة إلى هذه الطائرتين. أهلا وسهلا بك يا عبد الله. وتعرف تعريف جميل أيضا موجود آخر، تعرف السرعة النسبية، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بالتعريف التالي: إذا كان عندنا الجسم هذا A وهذا B وهذا C، فتعرف السرعة النسبية كالتالي: هي سرعة الجسم A، سرعة الجسم هذا بالنسبة، سرعة الجسم A بالنسبة إلى C بالنسبة إلى هذا، ماذا تساوي؟ تساوي يا كرام، تساوي حاصل الجمع الاتجاهي لسرعة الجسم. أولا لاحظوا يا شباب، بكتبها بلون آخر: سرعة الجسم A بالنسبة لB، وبعدين بلون آخر ثاني سرعة، ثم سرعة الجسم B بالنسبة
الجسم سي. هذا هو تعريف آخر أيضا للسرعة، للسرعة النسبية، للسرعة النسبية المتجهة. طيب واضح الكلام هذا يا هندو يا عبد الله؟ هندو عبد الله واضح؟ ممتاز يا هند. عبد الله ما رأيك؟ طيب هذا بالنسبة للسرعة النسبية، أو هي السرعة التي يغير فيها جسم وضعه بالنسبة إلى جسم آخر. طيب نأتي الآن أيها الكرام إلى حالات مهمة جدا في السرعة المتجهة النسبية. عندنا ثلاث حالات. الحالة الأولى واضحة جدا وسهلة، وأتمنى التركيز معي فيها. أولا وضع الشخص في السيارة، الحالة رقم واحد. شوف الآن السيارة هذه الآن متحركة، وهذا هنا رجل راصد نسميه يقيس سرعة السيارة ويقيس سرعة الرجل الموجود في الشخص الموجود في السيارة. راح نسمي هذا الرجل، ها بنسمي لكم إشعاب، ها راح نسمي لكم ساهر. خلاص هذه كلمة ساهر الموجودة في الشارع، اتفقنا؟ عبد الله وهند اتفقنا على هذه التسمية؟ طيب هند تقول نعم، عبد الله ممتاز اتفقنا. شوف يا شباب الآن الحالة الأولى وضع الشخص في السيارة. الآن هذه السيارة داخلها شخص ساكن غير متحرك، وضع السيارة متحركة بسرعة مقدارها 20 متر. هذه السيارة متحركة بسرعة مقدارها 20 متر لكل ثانية، هذا رقم واحد، وهذا رقم اثنين. رقم ثلاثة، سرعة الشخص بالنسبة إلى راصد ساكن على الأرض. الآن ساهر بيقيس سرعة الرجال، ساهر هذا بيقيس سرعة الشخص الداخل السيارة، كم بيقيسها؟ ما رأيكم؟ راح يقيسها يا كرام، ها راح يقيسها أن سرعة تساوي 20، اللي هي نفس سرعة إيش؟ نفس سرعة السيارة، لأن الرجل إيش شو يا شباب؟ ها ساكن، لأن الرجل ساكن. إذا الحالة رقم ثلاثة سرعة الشخص بالنسبة لراصد ساكن على الأرض، يعني هذا الراصد يقيس سرعة الشخص اللي قاعد في السيارة، والسيارة تسير بسرعة مقدارها 20 متر لكل ثانية، راح تكون 20 لأن الرجل ساكن. طيب سرعة السيارة بالنسبة إلى الراصد، يعني السيارة الساهر بيقيس السيارة كم تمشي، تصير تمشي بنفس سرعتها الأساسية اللي هي كم؟ 20 متر. طيب نأتي الآن يا شباب سرعة الشخص اللي داخل السيارة هذا بالنسبة إلى السيارة، يعني هو داخل السيارة ومركبين جهاز لقياس السرعة داخل السيارة يقيس سرعة الأجسام المتحركة، كم سرعة الرجل الشخص في البداية كانت؟ ساكن صح؟ فسرعته تساوي كم؟ سرعته تساوي الصفر، فسرعته تساوي الصفر. هذه واضحة؟ الحالات الثلاث ولا الخمس عفوا. هذه الحالة الأولى إذا كان الشخص في السيارة ساكن. طيب نأتي الآن إلى الحالة رقم اثنين. الحالة الثانية وضع الشخص في القطار. هذا قطار الآن، لاحظوا يا شباب القطار هنا يسير بسرعة مقدارها، أو سيارة أو جسم متحرك يسير بسرعة مقدارها 20 متر لكل ثانية. هناك شخص داخل القطار يسير في نفس اتجاه سرعة القطار بسرعة مقدارها 1 متر لكل ثانية. نأتي الآن إلى الحالات الخمس. هذه حالة رقم واحد والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، نأتي إلى تفصيلها. ركز معي، وضع الشخص في القطار، وضع الشخص في القطار هذا الآن الشخص قاعد يمشي في القطار بسرعة مقدارها 1 متر لكل ثانية. إذا القطار يتحرك بسرعة مقدارها 1 متر لكل ثانية في نفس اتجاه السرعة، في نفس اتجاه السرعة. رقم واحد هذه واضحة؟ إذا واضحة خلنا نشوف رقم واحد منكم أيضا. ممتاز يا هند، هاي عبد الله. طيب
وضع القطار، هذه وضع القطار متحرك بسرعة مقدارها 20 متر لكل ثانية. القطار يسير بهذا الاتجاه بسرعة مقدارها 20 متر لكل ثانية. هذا الآن يا شباب اللي بنسميه لكم هنا ساهر. الآن بيقيس الآن سرعاتكم الآن، وركزوا معي. سرعة الشخص بالنسبة إلى راصد ساكن على الأرض، كاميرا ساكن ساهر الواقفة الثابتة تريد قياس سرعة الشخص اللي داخل القطار. لاحظوا معي يا شباب، الشخص قاعد يسير في هذا الاتجاه في نفس اتجاه سرعة القطار، يسير بسرعة مقدارها 1 متر لكل ثانية، والقطار يسير بسرعة مقدارها 20 متر لكل ثانية. دامهم في نفس الاتجاه فيكون الجمع الاتجاهي لهذه المسألة 20+1، تكون سرعة الشخص بالنسبة لراصد ساكن العرض هي 21. يصير بهذه الطريقة، نقول 20+1 راح تكون الجواب 21 متر لكل ثانية. واضحة يا كرام؟ ها هند وعبد الله، نريد التفاعل يا عبد الله. ممتاز ممتاز، بارك الله فيك. طيب الآن سرعة القطار بالنسبة إلى الراصد، هذه سرعة القطار هي نفس سرعتها الأساسية اللي هي 20. سرعة القطار 20 متر لكل ثانية، وأكيد أن الراصد راح يرصدها أنها 20. سرعة القطار بالنسبة إلى الراصد، الراصد هذا بيقيس سرعة القطار فقط، بتصير كم؟ بتصير 20. الآن نأتي إلى سرعة الشخص بالنسبة إلى القطار. الآن لو ركبنا ساهر داخل القطار، داخل القطار، وقلنا له نبيك تقيس سرعة الرجال هذا اللي يمشي بس، الرجل بدون القطار، راح يقيسه كم؟ هاي عبد الله، هاي هند، كم بتصير؟ ممتاز، 1. أحسنت يا هند، بتصير 1. أحسنت عبد الله، 1 متر لكل ثانية، لأنه يقيس بس فقط سرعة الشخص بالنسبة إلى القطار، سرعة الشخص بالنسبة إلى القطار. هذه الحالة إذا كانت سرعة الرجل والقطار في نفس الاتجاه، إذا كانوا الاثنين في نفس الاتجاه. واضحة؟ قبل أن ننتقل للحالة الثالثة فيها السرعة المتجهة النسبية، ممتاز بارك الله فيكم. الحالة الثالثة، لاحظوا الآن وضع الشخص في القطار. هذا الآن، وركزوا معي في الكلام اللي بكتبه لكم، هذا الآن سرعة القطار في هذا الاتجاه شو هو؟ 20 متر لكل ثانية. بلون آخر راح أكتب لك سرعة الشخص في اتجاه معاكس لاتجاه حركة القطار، 1 متر لكل ثانية. هذا نفترض أنه في الاتجاه الموجب، وهذا نفترض أنه في الاتجاه السالب. خلاص، نأتي الآن إلى الحالات، وهنا أيضا عندنا ساهر يقيس لنا عدة حالات، ورح نراها الآن في الحالة رقم 1. مثلا في النقطة الأولى، وضع الشخص في القطار متحرك للخلف، لاحظوا يا شباب، متحرك للخلف بسرعة 1 متر لكل ثانية. لاحظوا، يتحرك في اتجاه المعاكس، في هذا الاتجاه يتحرك، ليس في نفس اتجاه حركة القطار. وضع القطار متحرك بسرعة 20 متر لكل ثانية، متحرك بسرعة 20 متر لكل ثانية، هذه سرعة القطار. الآن نأتي سرعة الشخص بالنسبة إلى راصد ساكن على الأرض. هذا الآن يريد قياس سرعة الشخص الموجود هنا في هذا القطار. لاحظوا معي يا شباب، بما أنهم متخالفين في الاتجاه، راح يكون بهذا الطريقة، نقول 20 لسرعة القطار زائدا افتح قوس 1 اللي هي سرعة الشخص لكنه في عكس اتجاه الحركة بالسالب، راح يكون عندنا يساوي 19 متر لكل ثانية. لاحظوا إشارة السالب هنا مهمة جدا، تدل على أن الشخص يتحرك في اتجاه معاكس لاتجاه حركة القطار. سرعة القطار بالنسبة إلى الراصد، الراصد هذا يقيس سرعة القطار راح تكون هي 20 متر لكل ثانية. سرعة الشخص بالنسبة إلى القطار، شخص داخل القطار الساهر الآن، الراصد داخل،
القطار ويقيس سرعة القطار الشخص بالنسبة إلى القطار راح تكون واحد ولكنها في السالب في اتجاه معاكس، في اتجاه معاكس. لاحظوا إشارة السالب هنا يعني معناها في اتجاه معاكس، واضح هذه؟ الشريحة هذه إن شاء الله تكون واضحة، تكون بإذن الله واضحة. إذا في سؤال أتمنى أنك تسأل قبل أن ننتقل إلى شريحة أخرى. هند عبد الله ما رأيكم؟ طيب الآن نأتي إلى قانون السرعة المتجهة النسبية. لو نفترض في هذا الشكل أن هذا هو الـA وهذا هو الـB وهذا هو الـC، خلاص، ونريد حساب السرعة المتجهة لهم. هذا القانون الرياضي لحساب السرعة المتجهة قانون مهم جدا وفي وقت نفس الوقت سهل. نقول يا شباب القانون سرعة A بالنسبة إلى C، يعني سرعة هذا الرجل بالنسبة إلى البنت، تساوي سرعة الـ A بالنسبة إلى الـ B، يعني هذه الـ A بالنسبة إلى الـ B أولا، زائدا سرعة الـ B بالنسبة إلى الـ C، الـ B بالنسبة إلى الـ C. هذه هي قانون السرعة المتجهة النسبية. سرعة الجسم A بالنسبة إلى C تساوي الجمع الاتجاهي لسرعة الجسم A بالنسبة إلى B زائدا سرعة الجسم B بالنسبة إلى C، وجميعهم تقاس بوحدة ماذا؟ ما رأيك عبد الله؟ تقاس بأي وحدة؟ ها؟ بوحدة إيش؟ السرعة تقاس بوحدة ماذا يا هند عبد الله؟ ما رأيكم؟ متر بس؟ متر لكل ثانية، أحسنتم، متر لكل ثانية، بارك الله فيكم، متر لكل ثانية، هذه هي وحدة قياس السرعة المتجهة النسبية، وأي سرعة تقاس بهذه الوحدة. طيب نأتي الآن يا شباب إلى كلام مهم جدا. إلى الوصول إلى أهدافهم يأخذ الملاحون الجويون بعين الاعتبار سرعتهم بالنسبة إلى الهواء وكذلك سرعة الرياح واتجاهها، لذلك يطبق مبدأ جمع السرعات النسبية في بعدين. هل العبارة هذه صحيحة ولا خاطئة؟ هذه العبارة ما رأيك عبد الله يا هند؟ العبارة هذه صحيحة أم خاطئة؟ هذه العبارة أيها الكرام نعم صحيحة، يعني الطائر إذا جاء الملاح الجوي عشان يأخذ السرعة له وكيف يوصل إلى الهدف المعين لابد من أن يأخذ الطائرة بالنسبة إلى الهواء والطائرة بالنسبة إلى الأرض والهواء بالنسبة إلى الأرض، يعني ممكن يصير المثلث بالطريقة التالية، يصير عندنا ثلاث مثلثات، هذا الأول وهذا الثاني وهذا الثالث. هذا الأول الهواء، سرعة الهواء، سرعة الهواء بالنسبة إلى الأرض اللي بالأزرق، واللي بالأحمر سرعة الطائرة بالنسبة للهواء، الطائرة بالنسبة للهواء، واللي بالأخضر هذا سرعة الطائرة بالنسبة إلى الأرض، سرعة الطائرة بالنسبة إلى الأرض. لذلك يطبق مبدأ جمع الوحدات السرعات النسبية في بعدين، ويمكن تطبيق نظرية فيثاغورس أو قانون الجيب أو قانون الجيب التمام على مثلث السرعات هذا حتى نستطيع حساب السرعة النسبية، ورح نأخذ إن شاء الله بإذن الله مسائل تدل على ذلك. طيب يا شباب هذا درس اليوم يا شباب، السرعة المتجهة، السرعة المتجهة النسبية قانونها كيف نستخدمها وكيف هي عبارة عن حاصل الجمع الـA بالنسبة إلى C وB بالنسبة إلى C
وهذه هي قانون السرعة المتجهة. وبإذن الله هذا هو القانون، وقلنا أنها تقاس بوحدة المتر لكل ثانية. أخذنا ثلاث حالات مهمة جدا للسرعة النسبية. بإذن الله أيها الكرام في تمام الساعة 8:15 رح نأخذ بإذن الله درس كامل لحل تمارين على السرعة المتجهة النسبية. هذا ما كان لدينا أيها الكرام في درسنا لهذا اليوم. هل يوجد سؤال عبد الله وهند؟ هل يوجد سؤال؟ طيب اليوم إن شاء الله، اليوم الساعة 8:15 بإذن الله هناك درس على مسائل السرعة المتجهة النسبية حل تمارين.